مفاجأة غير متوقعة بين الصين والمغرب تفاجئ جميع دول العالم. كشفت صحيفة إيكونوميست الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد تنوع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، حيث أشارت في تقرير إلى ارتفاع نسبة التبادلات التجارية المغربية الصينية بنحو 7.6 مليار دولار. وأوضحت أن الصين أصبحت شريك ثالث للمملكة المغربية، حيث أن حجم الاستثمارات الصينية في المغرب بلغ 56 مليون دولار سنة 2022، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ إلى مشاريع في المجال الصناعي تليها قطاعات العقارات والنقل والطاقة والمناجم. تكريس هذه الدينامية في جلب الاستثمارات أكدها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في لقاء جمعه بنظيره الصينية وانغ وين تاو نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد الوزير مزور على أن المغرب يتوفر على قاعدة صناعية تنافسية يمكن للمستثمرين الصينيين أن يجدوا فيها واسطة تنموية على المدى الطويل. نشكركم على حسن المتابعة.